السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين. لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة. متبخلوش باللايك وشير، ولو انتوا جداد ما تنسوش تفعلوا الجرس بإذن الله. ورمضان كريم. النهاردة هنسوي 4 وجبات لفطار سريع في اقل من ساعة عشان ما نقفش كتير في الصيام وفي الحر. وجبة متكاملة لذيذة، واحلى حاجة فيها انها مش تاخد منك وقت بإذن الله. لايك وشير. خلونا نبدأ بأول وجبة، وجبة الرز مع الدجاج الحلوة دي، نشوف عملناها ازاي. عندي هنا صدور دجاج قطعتها وتبلتها ملح وفلفل. طبعا انتوا عارفين ان صدور الدجاج سهلة وسريعة. طبعا تقدري تستبدلي صدور الدجاج بدجاجة كاملة، تقطعي 8، تقطعي 4، وراك بس صدور بس، حسب المتوفر عندك وحسب عدد الأسرة. طبعا برضو تقدري تستبدليها باللحمة، وتقدري تعمليها بالتونة، يعني كل واحد حسب ما بيحب ياكل وحسب المتوفر في البيت. هنقلي في الزيت، حتى لازم تكون النار عالية عشان الدجاج او صدور الدجاج ما تجيبش ميتها. وهنزل بصلتين كبار مبشورين ناعم، وهنقلب. لما النار بتبقى عالية صدور الدجاج بتتحمر بسرعة، وفي نفس الوقت بتفضل جوسي وطرية، ما تنشفش عشان ما تجيبش المية بتاعتها. بعد ما دبلنا البصل، ما نريد البصل لونه يغير، يعني يكون يصير لسه شفاف. هبدأ انزل مكعبين مرق. لو انتوا للناس اللي ما بتحبش مكعبات المرق تقدري تستغني عنها. وهحط توابل مشكلة، حطيت معلقة توابل مشكلة ومعلقة كاري، وهنقلب كل المكونات حتى نحمس التوابل مع البصل والدجاج. هنا بعد ما حمسناهم، ولازم تخليها دقيقة كده حتى تتحمس وتتشرب منها، هحط طماطماية واحدة مبشورة او مضروبة في الخلاط، او معلقة صلصة، يعني ما توقفيش نفسك، الموجود اشتغلي بيه. وهنخلي بس حبة الطماطم كده تتسبك سنة، يعني بس انا حطيت بس ايه قيمة معلقتين مية مكان الطبق اللي كان فيه الطماطم، عشان كان فيها شوية حبة طماطم، حرام نرمي اي حاجة. هنخلي بقى الدجاج والبصل وحبة الطماطم هادي كله يتسبك مع بعضه 10 دقايق بالظبط، يغلو غلوة، ونشوف الخطوة التانية مع بعض. هنا اصحابي حطيت مية، وحطيت ورقتين لورا، ورق حبهان هيل عشان ننكه المية. وهنا عندي 3 اكواب رز بسمتي طويل الحبة، لازم يكون طويل الحبة، قصير الحبة ما بينفعش، بيتكسر منك بسرعة. هندي الرز غلوة بس، يعني احنا نريده استواء 50%، يعني يكون لسه حبة الرز ما استوتش. هنزل هنا بعد ما سبت الخليط اللي احنا سويناه اتسبك، اضفت علبة زبادي. وهقلب علبة الزبادي، وهضيف فلفل حار. تقدروا تستبدلوا الفلفل الحار، تحطوا يعني انا عشان الفلفل ده حار قوي، فبالتالي حطيت بس الفلفل عشان يدي ريحة، وفي نفس الوقت ما يشطشطش الاكل قوي، ما يكونش سبايسي. اللي بيحب سبايسي يقدر يضيف معلقة شطة او يقطع الفلفل قطع، فبالتالي هتبقى الاكلة سبايسي. هنا خلاص الرز غلى، اريده 50%، شايفين حبة الرز بتكسر ولكن لسه ما استوتش من داخل. ده اللي احنا نريده، لان احنا هنكمل الاستوى على هنا. الحين بقى هصفيه. وهنا بعد ما خدت غلوة كمان مع علبة الزبادي حوالي دقيقة، هضيف كزبرة ونعناع، بيدي طعم حلو جدا، واللي مش بيحبه يقدر يستغنى عنه. يعني لو في حاجة في الطبخة انا مثلا بهار معين او حاجة معينة اضافة معينة انا مش بحب طعمها، ممكن استغنى عنها. وهنزل الرز اللي هو 50% استوى وصفناه من المية المغلية. هنبدأ نساوي السطح.
وهضيف صبغة الزعفران، طبعا دي متوفرة في السوبر ماركت، بودر بنحلها في شوية مية على اساس يدينا الرز يبقى ملون شوية، ابيض شوية اصفر وكده، او لو تحبوا تستخدموا زعفران حر اللي هو الزعفران الشعرة اللي هو الاصلي يعني، طبعا حسب المتوفر عندكم. وتقدروا برضو تستبدلوا الصبغة لو مش موجودة بشوية كركم تدوبيهم في شوية مية، برضو هيلون لك الرز وهيبقى ممتاز، او الالوان السائلة اللي بنستخدمها في الكريمة. وهضيف معلقتين زيت على الوجه كده، وههدي بقى النار خالص، على يعني النار تبقى هادية، بس هتاخد حوالي 12 دقيقة ويستوي الطبخ معانا. الرز هيستوي على البخار اللي طالع من الدجاج والصوص اللي تحت 12 دقيقة بالظبط على نار هادية. اهو شايفين حبة الرز استوت، هنبدأ بقى نعمل. وشايفين احلى حاجة فيها ان هي ما خدتش وقت وما دخلتش الفرن ولا اي حاجة. هنزينها بشوية كزبرة خضراء، ولو عندكم البصل المقرمش بتاع الكشري اللي هو الورد بيبقى حلو. ولو حد يريد الطريقة الفيديو موجود في القناة، طريقة عمل البصل، وجبة يعني سهلة جدا وسريعة، ما اخدتش يعني يمكن 30 دقيقة. شايفين الرز ما شاء الله مفلفل اهو، واضفت انا كمان عليها زبيب على الرز. طبعا تقدروا كمان تضيفوا مع الدجاج قطع صدور الدجاج، خضار، بطاطس، جزر، حسب المتوفر عندك يعني، تقدري تزودي كمان عليها خضار اهو. شايفين الرز ما شاء الله والريحة رهيبة، ده يعتبر نوع من انواع البرياني السريع جدا، وجبة سهلة وسريعة وكلها مش هتاخد منك اي وقت. والدجاج طبعا صدور الدجاج ما بتاخدش اي وقت، والرز ما شاء الله مفلفل ريحتها رهيبة وتحفة ما شاء الله. هنبدأ مع بعض اصحابي بالوجبة التانية. هنا هنعمل دجاجة سهلة وسريعة وما هتاخدش برضو منك اي وقت، تقدري تقدميها على الفطار مع شوية رز بالشعرية، او تضيفي معاها خضار او شوية ملوخية وشوية رز، وتبقى وجبة ممتازة للفطار بإذن الله. هنشوف بقى الدجاجة الحلوة دي عملناها ازاي، تحفة الريحة ولونها رهيب ما شاء الله. لو سمحتوا ما تبخلوش علينا باللايك والشير لو سمحتوا للفيديو. هبدأ هنا، عندي دجاجة قطعتها 4، تبلتها ببصلة مبشورة، ملح وفلفل وهيل اللي هو الحبهان، وكنت من قبل بليلة قبل ما نام يعني غسلتها وقطعتها وتبلتها. تقدري قبل ما لو ما عندكيش وقت اقل حاجة ساعتين في التتبيلة، هذه بتفرق جدا في طعم الدجاج. حطيت مكعب زبدة وشوية زيت، وهضيف رشة حبهان ورشة فلفل ابيض او فلفل اسود حسب المتوفر عندك، وهبدأ النار لازم تبقى عالية، وابدأ انزل الدجاجة نديها صدمة. ودي صلصة طماطم متسبكة بعملها انا على طول، بتبقى موجودة عندي في التلاجة اسبوع باسبوع كده، بسحب منها عشان الاكل ما ياخدش معايا وقت. طماطم بضربها وبعدين بقدح زيت واسيبها تتسبك على راحتها، واحفظها في التلاجة اسبوع باسبوع كده احطها معايا. وعندي هنا بصلتين كبار متقطعين شرايح، وفصين ثوم، وشوية فلفل احمر والوان. هنا لازم النار تبقى عالية عشان الدجاج ما يجيبش ميته، وفي نفس الوقت يلون ويحتفظ بالطعم والرطوبة بتاعت الدجاج. لو النار هادية هيجيب ميته ويبقى عامل زي المسلوق بالظبط. هنديله برضو لون تاني حلو من الجانب الاسفل، وهنزل بالفلفل الالوان هيدي طعم، لو ما بتحبيش او الفلفل مش متوفر تقدري تستغني عنه. والبصلتين الكبار متقطعين شرايح خفيفة بمبشرة البطاطس كده سريعة، بتقطع سلايس خفيف. وهبدأ بقى
هندبل البصل وهضيف مكعب مرقة ماجي، اللي ما بيحبوهاش يقدر يستغنى عنها، ما فيش اي مشكلة. وهنزل عليها بصلصة الطماطم المتسبكة. ما عندكيش صلصة الطماطم المتسبكة، يبقى هتحطي تقريبا 3 طماطمات كده حلوين، تضربيهم وتصفيهم في الخلاط وتضيفيهم. بس الميزة في الصلصة هذه انها بتخلي الاكل يغلي بسرعة وما بياخدش مني وقت. هنا خليت الدجاج اتسبك اول، شربت صلصة الطماطم وخد الطعم، وبعدين هضيف حوالي 1 كوباية مية، واسيب الدجاج بقى يكمل الاستوى في قلب الصوص هذا. هنا كده الدجاج خلاص كده معانا استوى وبقى ممتاز. تقدري تكتفي بهذه الخطوة وتقدميه مع رز ابيض، رز بالشعرية، تقدري تضيفي عليه بطاطس، يعني ممتاز. احنا بقى هنديله شكل، هنديله طعم ابعد شوية. هحطهم في طاجن بايركس وادخلهم الفرن يتشمعوا، بس يعني ياخد لون من فوق. يعني لو ما تحبيش المرحلة دي، هنكتفي بالمرحلة الأولانية، وممكن تضيفي معاه بطاطس أو تقدميه مع رز بالشعرية وشوية ملوخية جنبها، وتحفة. ودي انتوا شايفين الدجاج ريحته ولونه، كأن احنا قعدنا وقت طويل عملناه، وهو سهل وسريع، ما خدش مننا أي وقت. لايكات وشير، ويلا بسرعة ننتقل على الوصفة اللي بعدها. هنعمل بقى صينية دجاج بالخضار برضو، أو فراخ بالخضار، سهلة وسريعة، ما هتاخدش منك برضو اقل من ساعة ان شاء الله، ورهيبة. تتبيلة الدجاج: بهارات مشكلة، توم، ده زعتر مع زيت زيتون انا حافظاه في التلاجة، كركم، هيل، بصل بودر، توم بودر، ملح، بابريكا، هنا زعتر جاف، ومعايا بشر ليمون. هضيف كل التوابل طبعا، لو اي نوع من التوابل مش متوفر عندك استبدلي باللي موجود عندك. وهحط 2 معلقة كبار زيت زيتون او زيت عادي حسب، بس ما تستغنوش عن بشر الليمون لانه بيفرق جدا في الطعم في الاكله الحلوه دي صراحه. وهضيف 2 معلقة كاتشب، اللي ما عندوش كاتشب يقدر يستبدلها بصلصه طماطم. وهضيف 2 معلقة خل و2 معلقة عصير ليمون صغيرين يعني اهو. ونقلب كل الخلطه الحلوه الجميله هذه. وعندي طبعا حوالي 1/2 كوب عصير طماطم فريش، وهاخد نص الخلطة، هنقسم الخلطة اللي عملناها دي على نصفين، نصف هتبل بيه الدجاج. والميزة ان فيها التتبيلة هذه سريعة، ما بنحتاجش ننقع فيها الدجاج فترة طويلة، هنتبل الدجاج ونشتغل بيه على طول. والميزة في التتبيلة انها بتدي طعم كأنك متبلة الدجاج لساعات او قبلها بليلة، عشان كده سميناها صينية الدجاج بالخضار السريعة. هنا بقى هجيب بايركس وخليت نص التتبيلة، حطيت بصلة كبيرة متقطعة شرايح، وهنزل بأي خضار موجود عندك. أنا هنزل بكوسة وبطاطس وجزر، وكلهم متقطعين نفس الحجم عشان كلهم ياخدوا نفس الوقت في التسوية. ونص كمية التتبيلة اللي خليناها، اللي هي خدنا نصها تبلنا بيها الدجاج، النص التاني هنتبل بيها الخضار، عشان يبقى الدجاج والخضار شاربين من نفس المية ونفس الطعم. هنا حطيت نص التتبيلة، همسك بقى الدجاج وافركه حلو قوي بالتتبيلة، بحيث ايه يتشرب كل الخضار بالتتبيلة. هنا بعد ما فركت الخضار كله بالتتبيلة، هجيب بقى الدجاج اللي تبلناه على طول سريعا بهذه التتبيلة التحفة، وهنضيفه على وجه الخضار الصينية. التتبيلة هذه ممتازة يا جماعة، سهلة وسريعة. وهنحط بقية التتبيلة على وجه الدجاج مثل ما انتوا شايفين. ومكان التتبيلة حطيت كده حوالي 1/2 كوباية مية، وتحطيهم على جنب عشان ما تنزلهمش على الدجاج، عشان ما تخسريش الدجاج من التتبيلة يعني. وهدخلها على فرن، اغطيها اول 1/2 ساعة بس، وبعدين هرفع عليها الغطا وبشغل من فوق ومن اسفل ومن اعلى، بحيث ايه تستوي كاملة. هنا خلاص اهي استوت واخدت لون، وشلت ورقة الفويل بعد 1/2 ساعة و1/2 ساعة تانية عشان تاخد اللون،
وشايفين الريحة والطعم غير طبيعية، زي انها بورق البقدونس وقرون الفلفل الشطة عشان اللون. بتقدمي معاها شوية رز أبيض أو رز بالشعرية، مش قادرة أوصفها لكم، طعمها رهيب. البطاطس والخضار دايب واخد طعم التتبيلة، بشر الليمون مودي التتبيلة في حتة تانية، يعني مختلفة ورهيبة في نفس الوقت. والدجاج مستوي وتحفة ملوش حل صراحة. ان شاء الله تجربوها، وشايفين ما اخدتش منك اي وقت، كله على بعضه ودخلي الفرن على طول، ما بتاخدش اقل من ساعة، وتكون الفطار عندك جاهز بدون تعب ولا مجهود. هنعمل بقى اخر وجبة معانا اصحابي، هنعمل وجبة الكوسة اللبنية، او حبايبنا في سوريا ولبنان بيسموها شيخ المحشي. وجبة برضو سهلة وسريعة جدا، وما بتاخدش اي وقت، وما بتحتاجش فرن ولا اي حاجة. وده احنا شايفين بنزينها الاول بطشة السمنة او زيت الزيتون مع شرايح اللوز، واللي عنده صنيبر يقدر برضو يزين بيها. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. وجبة جميلة بتتقدم مع شوية رز ابيض، بتبقى تحفة وما بتاخدش منك برضو اي وقت في التجهيز. اللايك والشير يا جماعة، انتوا في رمضان ما تبخلوش علينا باللايك والشير لو سمحتوا. هنبدأ اول مع بعض. حطيت شوية زيت وهنزل فيهم بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، هندبل البصل حتى يصير لونها شفاف، مثل ما انتوا شايفين، ما نريد البصل لونه يغير، بس يدبل ويصير شفاف مثل ما هو، يعني يحافظ على اللون. وهنزل بلحمة، ربع كيلو لحمة مفرومة او حسب كمية عدد الافراد اللي انت هتعملها لهم الاكلة، يعني هنعمل عصاج. وهنزل بتوابل مشكلة، ملح وفلفل هيل، ودي بهارات لحمة. هنفضل نقلب في اللحمة حتى اللحمة لونها يغير، وتنزلوا الملح مع البهارات، بيمنع من ان اللحمة تتكتل وتعمل تكتلات. هنا اللحمة على طول انتوا عارفين سريعة، ما بتاخدش اي وقت وبتستوي. اللحمة هنا خلاص صارت معانا جاهزة، احنا كده حضرنا الحشوة. والكوسة طبعا حفرناها او قورناها، هما في الاصل اصلا بيقلوا الكوسة، لكن احنا هنعملها صحية وخفيفة، مش هقلي الكوسة بالطريقة الاصلية بتاعتها. هنحشي اللحمة، بتحشي حبات الكوسة كاملة لان اللحمة مش هتكبر ولا حاجة، يعني هو نفس الحجم. اوكي، هحشي كل الكوسات ونرجع نشوف الخطوة التانية. هنا بقيت الكوسة، يعني باخد اجزاء من الكوسة اثناء الحفر واقفل بيها عشان اللحمة ما يخرجش منها. قلت لكم في الاصل هما بيقلوها في الزيت، احنا مش هنقلي في الزيت، هنحط بس شوية مية ونسلقها، هنسلقها نص سلقة فقط لا غير، يعني ما نريد حبات الكوسة تستوي كامل، لان هي لسه هتكمل الاستوى في صوص اللبن اللي هنسويه او صوص الزبادي. هخليها تستوي 50%، يعني تاخد غلوتين فقط، انتوا عارفين اصلا ما بتاخدش وقت الكوسة في الاستوى. هنا حطيت يعني حوالي تقريبا كيلو الا ربع زبادي، وهضيف عليه معلقتين كبار نشا. في ناس بتمسك اللبن او الزبادي ببياض بيض، لكن انا بفضل النشا افضل. معلقتين كبار نشا، ولازم نقلبهم الاول على البارد قبل ما نرفعهم على الغاز، عشان نتأكد ان النشا دايب تماما في الحليب في اللبن او الزبادي. هنبدأ بقى نرفعهم على نار هادية ونقلب حتى اللبن مع النشا، هتلاقوه يبقى عامل زي كأنه صوص بشاميل خفيف. يعني
هنا الكوسة خلاص اهي خدت غلوتين، خلاص هطلعها بقى، خلاص لسه استوت بس يعني داخله في سوا، بس في نفس الوقت حبات الكوسة ما اتحرتش وماسكه نفسها. انا بس هنا اضفت اصحابي مع صوص اللبن فصين ثوم، بس ما صورتهمش، التليفون فصل مني. اضفت فصين ثوم نيين. هنا طلعت الكوسة بعد ما سلقتها نص سلقة، وشايفين محافظة على لونها ومحافظة على شكلها، وهخليها تاخد غلوة واحدة مع اللبن عشان تاخد الطعم. وقلت لكم اضفت معلقتين ومعلقة نعنع جاف، يبقى اضفنا فصين توم نيين ومعلقة نعنع جاف. هنا هنعمل الطشة، هنحطها بقى في طبق التقديم. خلاص هي غلت غلوة مع صوص الزبادي، هنحط معلقة سمنة كبيرة، وهضيف لوز مبشور او صنوبر. هنحمر اللوز، هنديله تحميرة، وهرش على البايركس شوية نعناع يابس، وننزل عليها الطشة زي ما شفناها في اول الفيديو. اكلة سهلة وسريعة وتحفة تقدميها مع شوية رز، وما خدتش منك اي وقت، والكل هيعجب بيها. وطبعا الاخضر ده نعناع جاف. يا رب النهاردة الفيديو اصحابي يكون عجبكم. 4 وجبات سهلة وسريعة، مخدتش منك اي وقت، وما تقفيش وقت طويل في الصيام وفي الحر. لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة. ولو انتوا جداد ما تبخلوش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات. اهو شايفين حبات الكوسة ماسكة نفسها، حشوة اللحمة من داخل تحفة، مع صوص الزبادي هذا بقى مع شوية رز ابيض بيبقى تحفة، ملهمش حل. يعني مش محتاجة جنبها غير انك تعملي شوية رز بس، وهي وجبة كلها متكاملة. في ناس بتخاف تجرب اكلات جديدة، لكن غيروا في المطبخ وغيروا في الاكلات، صدقوني هتعجبكم. اكلات سهلة وسريعة وخفيفة، وذوقها حلو ومتماشي معانا يعني.